تحياتي للجميع مرحبا بكم كل الأخوة والأخوات ونأسف لهذا التأخير وهذا ناتج عن أن الأخ سمير لم يستطع أن يلتحق بنا وعدم إمكانية وجود أستاذ أيوب لالتزامات عائلية أتمنى أن يكون المانع خير لأخونا سمير لكن مع ذلك اخذت البث وسنبدا في حلقتنا اليوم مع قليل من التاخير ونتمنى ان الاخ سمير يلتحق بنا لنتمكن من ان الجميع يشارك معنا دعني ابدا بالترحيب كالعاده نبيله الاخت مرحبا بك اميره والاخت نعيمه مرحبين بكما معنا من معنا ايضا أه وحيد مرحبا وميشي وولف مرحبا بك أخي الكريم والعزيز والغالي محمد علي مرحبا بك مرحبا بك معنا سوسو الأخت سوسو أو لم أخطأ في إسمك هاته المرة مرحبا بك أختي الكريمة ومن معنا أيضا هاته الليلة لكي نتحدث أخونا عمر مرحبا. آه شمس العراق مرحبا بك قصي مرحبا بك آه من معنا أيضا آه أظن أني قصي سميته أظن أني رحبت بالجميع وأن نسيت أحد الأخوة أنا متأسف فهو عن غير قصد اليوم وكما كما وعدناكم من قبل ومنذ مدة آه ودائما ما عاد السؤال على قناة الأخ والأستاذ أيوب ما الفرق بين الفرضيه النظريه فهناك خلط كثير بين هاتين هاتين الوصفين العلميين في العلم واردت ان اضيف ثالثه وصف ثالث وهو الحقيقه العلميه فسنتحدث اليوم عن الفرضيه وما هو الفرق مع النظريه العلميه وما الفرق مع الحقيقه العلميه كل هذه الاوصاف هناك حتى اكثر هناك القانون الأخير هناك القانون وهو المعادلة الرياضية التي ستفث ستفسر الحقيقة العلمية اعتمادا على النظرية أظن أن الموضوع هكذا واضح أترك لأن إذ لم يأتي الأستاذ سمير هناك أحذر يعني أنوه مش أحذر أنوه إن سقطت فإنه لا يمكنني أن أعود للبث في غياب مدير القناة آمن أن يكون المانع خير وأن يتحق بناء إن لم ي... إن بقيت في البث ولم يأتي أخ سمير س... إذا كانت لكم سؤالات فهي كتابية. يعني است... احتفظوا بأسئلتكم لنهاية الحلقة. إن وجد الأخ سمير يلا يعني ستدخلون على المباشر كالعادة بعض الأخوة وإلا احتفظوا بأسئلتكم بأسئلتكم لآخر الحلقة. نبدأ كلمة حقائق افتراضات. نظريات وقوانين هاتي, هاتي الكلمات الأربعة أو هاته الأركان الأربعة التي يقوم عليها العلم الحديث العلم الذي نعيشه حقائق علمية افتراضات نظريات وقوانين علمية هاته الأركان التي يقوم عليها العلم الحديث ولا يجب والتي يجب أن نضعها أو أن تضعها في اعتبارك بمجرد سماعك عن أي اكتشاف علمي يعني اليوم تتصفح مواقع الانترنت الأرن... أو بعض المجلات الم... العلمية أو تشاهد يعني أخبار ويقول لك هناك اكتشاف علمي فيجب أن يكون مصنفا في إحدى هذه الأركان إما أن يكون حقيقة علمية facts أو يكون افتراضات أو يكون نظريات او يكون قانون يعني هذا كيفاش تتعامل مع اكتشاف علمي او يعني اكتشاف علمي حديث او تفسير لظاهره ما حديثه يجب ان تكون في احدى هذه الاركان الأربعة والعلم كما تعلمون اخوتي هو ظاهره قديمة جدا في تاريخ البشريه فالعلم لم ينشا الا في اللحظه في اللحظه التي قرر فيها الانسان ان يفهم العالم من حوله. لما الانسان قديما اجدادنا واجداد اجدادنا يعني اسلافنا لما حاولوا ان يفهموا العالم من حولهم من هنا وفي هاته اللحظه بالذات بدانا نتحدث عن العلم. لكن قديما الانسان القديم استعان بالفكر الاسطوري ليفسر الظواهر التي لم يستطع فهمها. فقام بتأليف كما نعرف الأساطير كلنا نعرف الأساطير في كل الحضارات بدون استثناء فأساطير السومريين عن خلق الإنسان هي أسطورة في حضارة ما بين النهرين وبدأت مع السومريين أسطورة إيزيس وأوزوريس عند المصريين القدامى الفراعنة لتفسير فيضان النيل أسطورة فايتون عند اليونانيين لتفسير الكواكب والمجموعة الشمسية التي استطاع أن يراها الإنسان في ذلك الوقت لم يكن يستطيع أن يرى كل الكواكب فاعتمر أسطورة فايتون والتي تقول أن في كلمة يعني أن الأرض هي محور الكون وأن الشمس والقمر والنجوم وكل شيء في السماء يدورون أو يلفون حول الأرض هذه أسطورة فايتون هذه أساطير وان كان الفكر الاسطوري قد اختفى يعني في يومنا الحالي الحالي لا ي... لم يعد لنا اساطير يعني الاساطير تكاد تكون اختفت تماما يعني عن عن عالمنا هذا أم... لكن الفكر الخرافي ما زال يمارس تاثيره على عقول الناس حتى اليوم مع كل اسف يعني اسطوره اختفت ما عادش ما في انسان يتحدث عن الاسطوره لكن الخرافه ما زالت يعني جاثمه على فكر الانسان اكبر دليل على ذلك هو كما تحدثنا في حلقه يعني العلوم المزيفه انك ترى الى هذا اليوم اعمده حظك هذا اليوم برجك طالعك هناك من يقول لك اه رقم 13 رقم مشؤوم ورقم نحس آه و... وغير ذلك يعني ما زالت هناك بعض الخرافه تفعشش في عقول الناس واخطر اصلحه الفكر الخرافي هو محاوله الربط بين العلم والدين اكبر اكبر خطوره يعني انك تحاول ان تربط مهما كان الدين مهما كان مهما كان سماوي غير سماوي ابراهيمي غير توحيدي مش توحيدي وضعي هندوسي مهما كان الدين عندما تربط الاشياء ببعضها اكبر اكبر واخطر سلاح لانه لا يعطي اي مبرر في مواجهه العلم ان كل شيء سيقول لك يقول لك هكذا اراد الله هكذا اراد يهوه هكذا اراد بوذا هكذا اراد يعني فهذه هيك التفسير يجعل من العقل يعني يكسل يدخل في الكسل وعدم تفكير وعدم تدوير وهذا كما قلت اخطر الاسلحه واكبر دليل على ما انا أس... بفضل التحدث عنه عندما انصرف الناس في القرون الوسطى عن الكنيسة في الغرب خاصة في العالم الغربي وبدأت الحكاية عندما عارضت الكنيسة مبدأ دوران الأرض مثلا لما قالوا معناتها بدأ العلماء يقولون بأن الأرض تدور وكروية ورفضت الكنيسة هذه ومعناتها وصلت إلى القتل والتنكيل الناس فهموا أن هناك حقائق لا يمكن نكرانها وانفضوا يعني و... وبداوا في 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 الابتعاد عن الدين وعن الكنيسه هذه المقدمه حاولت ان ابسط فيها و في مداخلتي عن... عن ما كنت اسرده نبدا اذا قلنا سنتحدث عن الحقيقه العلميه سابدا بالحقيقه العلميه فاكتس ما هو الحقيقه العلميه ما هو تفسيرها تفسيرها الحقيقه العلميه تتسم باليقين الموضوعي الذي ير... و... وساعطي دل... ادله في امثله خاصه امثله وساستعمل مثل ركزوا جيدا مع مثل لو سمحتم مع مثل الجاذبيه قانون الجاذبيه ركز في كل مره ساعطي تفسير الجاذبيه يعني آه ساعطي امثله باعتماد قانون الجاذبيه دونك الحقيقه العلميه هي تتسم باليقين. الذي يرتكز على دليل منطقي مقنع للعقل وقابل لان تنقل لكل الناس يعني كل الناس تتقبله بذلك تختفل تختفي وهي تختلف عن اليقين الذاتي المبني على رغبات الانسان يعني الحقيقه العلميه هو لا يختلف عليها اثنين مليار بشر سبعة مليار بشر الحقيقة العلمية لا يمكن إنكارها وسأعطي أمثلة فإذا كنا في حياتنا اليومية نقول اظن انه كذا او اتصور كذا او اتوقع كذا ام او حدثي كذا يقول لي كذا وغير ذلك فهذا لا يمكن ان يكون علم ولا غير مقبول في العلم ففي العلم حتى يكون الشيء احتماليا معناتها في احتمال يعبر عن هذا بنسب رياضيه محدده يعني يقول لك خمسين في الميه او ثمانين في الميه احتمال كذا حتى العلم يعني وقت اللي تبدا الأمور مش ثابتة يعطيك، يعطيك نسبة مئوية للاحتمالية، يعني مثلا في علم في الطقس، يقول لك 80% في المية ستنزل الأمطار على هذه المنطقة، هذا علم، هذا علم، لكن التنبؤات أو التوقعات الجوية خلينا نقول تعطي احتمالية 80% في المية إن تنزل الأمطار، تعطيك خمسين في إن تنزل أو يقول لك مية في المية لن تنزل الأمطار، يعني مثلا في الصحراء. ما في في غياب المخافضات الجويه والريح وقعية. يقول لك علميا هذه يعني البروبابيليتي عندما لا يكون الشيء محدد ويقين العلم يحدد نسبه مئويه وهنا تاتي قوه العلم. اذا اتحدث عن الحقيقه العلميه فاكت ما هي الحقائق العلميه؟ هاي سنبدا نسرد في بعض الحقائق ولعلكم ستتذكرون كثير انا ساعطي بعض الأنف الارض كرويه الشكل هذه حقيقه علميه. اني فيف ما فيش كلام الارض كرويه وصعدنا للفضاء وراينا ان الارض كرويه من يأتي وياتي ويقول ان الارض مسطحه هو مختل عقلي ما فيش كلام يعني مثلا حقيقه اخرى النباتات بحاجه للضوء لتنتج الطاقه هو التحليل الضوء الضوء بالفرنسي هذه حقيقه علميه اثبت بان ضوء الشمس في النباتات الخضراء الكلوروفيل الذي لونه خضراء هي تتحد. تاخذ الطاقة وتحولها تاخذ طاقة الشمس وتحولها يعني إلى إلى غذاء وإلى غير ذلك وهو ما يسمى بالفوتوسانتي هذه حقيقة علمية حقيقة علمية كي لا كي لا نشذ على القاعدة نعرف أن فيروس كورونا يحتاج إلى الأكسجين ويموت خارج الخلية فيحتاج للأكسجين ليتكاثر هذه حقيقة علمية أصبحت لا أحد أن يشك فيها يعني مثلا دوران الارض بعكس عقارب الساعه هذه حقائق علميه الشمس هو النجم الذي في مجموعتنا الشمسيه هذه حقيقه علميه نحن ننتمي الى مجره ترب التبانه هذه حقيقه علميه لا احد يشك فيه مليارات النجوم يعني في في مجرتنا هذه حقيقه علميه نحن نشاهدها يعني نشاهدها باستخدام آلات على الارض ونشاهدها باستخدام يعني اقمار صناعيه، هناك مليارات المجرات هذه حقائق علميه، هنا نتحدث عن حقيقه علميه لا يمكن ان يختلف عليها اثنين. والمثال الذي سنتبعه من اول الحلقه الى اخر الحلقه كما قلت لكم هو ان عندما يعني تترك شيء من يدك يسقط إلى الأرض الأشياء تسقط على الأرض إذا يعني تركتها هذه حقيقة علمية فماش حاجة لا يوجد شيء تتركه يطير في السماء يعني نتحدث عن الأشياء الجامدة بالطبع تقولوا ليش طائرات مع معناتها أخاطب وعيكم وعقلكم العلم أي شيء تتركه هنا نتذكر يعني نيوتن لما القصة الشهيرة التفاحة يعني عندما يعني إن تنحت عن الغصن في الشجرة سقطت وهو سأل سؤال قال لماذا التفاحة أو الأشياء تسقط إلى الأرض تسقط إلى الأرض يعني هنا نكون أكملت الحقائق العلمية وأتمنى أنكم استوعبتوا وفهمتوا وبسطت لكم ما معنى الحقيقة العلمية هي التي لا يشك فيها أثنين نأتي الآن للفرضية وتبدأ قصتنا الإيبوتيز لزيبوتيز بالفرنسي أو إيبوتيسيس بالإنجليزية أو الفرضية. ما معنى فرضية في العلم؟ ماذا يقصد بكلمة فرضية؟ نركز يمكن تعريف الفرضية على على أنها الأمر أو الحدث الذي يفترض أن يحدث بناء على مجموعة من الظروف أو المتغيرات الخاصة بتلك البيئة. نفسر الفرضية هي تعرف نحكي علميا دائما الأمر المتوقع حدوثه. باعتماد بطبيعة مجموعة من الظروف والمتغيرات في البيئة الذي التي يعني سنفترض فيها هذه الفرضية أو سنتنبأ بهذه الفرضية فالعلماء عندما يتأكدون من حقيقة علمية أنظر أنا عندي حقيقة علمية خذ الأمثلة التي أعطيتها لكم عندما العلماء يتأكدون من الحقيقة العلمية يفترضون نتائج أو يتنبؤون بنتائج على ذلك فإن صحت تنبؤاتهم تصبح الفرضية صحيحة وإن ثبت العكس تترك جانب وتعتبر غير صحيحة. في كلمة الفرضية علميا محاولة التنبؤ بما سيحدث في ظروف محددة يعني كي نحن مثلا مثلا فيروس كورونا يحتاج إلى الأكسجين ولكي يعيش او ليعيش لي ولا يعيش يعني الا في داخل حق خليه يعني في في داخل خليه هيك إيه علاش يقول لك ديما البس كمامه لان الاكسجين النفس يدخل من الانف ومن الفم لذلك يعني يقول لك لو تلبس كمامه فانك يمكن ان لا تصاب يمكن ان لا يدخلك يدخل لك يدخل يدخل لك الفيروس هذا دائما ديما نحبوا نرجعوا الى صديقنا فيروس كورونا يعني فما فما نعطيكم مثلا فرضيات نرجع للفايتون الفايتون قلنا عند اليونانيين القدامى هي الذين فسروا بها الكون عندما شاهدوا يعني الكواكب فرضوا افترضوا قالوا الارض هي مركز الكون وكل الكواكب بتدور من حوله ومعناتها الفرضيه صحيحه يعني بالنسبه معناتها الفرضيه مش نحكي مش صحيحه بالطبع لكن ما شاهدوه وافترضوه يعني معقول يقول لك نحن هنا والكواكب تدور من حولنا فنحن مركز الكون وقالوا ان حركه الشروق والغروب قالوا ان الشمس تدور حول الارض وهي فرضيه كان النجم يقولوا الارض هي التي تدور حول الشمس لكن بالمعدات وبك التقنيات في ذلك الوقت قالوا لا وضعوا فرضيه ان الشمس هي التي تدور حول الارض ولما لاحظوا كثير من الكواكب القمر والمريخ والزهرة وإلى غير ذلك قالوا يعني هما حول الأرض قالوا الأرض هي كوكب هذه فرضية ناخذ نظرية التطور داروين لما لاحظ أن الكائنات الحية تتشابه وتتشارك فيما بينها يعني خاصة عندما قام بالتشريح في عظام اليد أو في في, في يعني في, في في تشريحات أخرى افترض أنه يمكن هناك أن يكون سلفا مشترك بين الحيوانات مثلا لما لاحظ أن الدجاجة والديناصور يعني بفضل ما وتعثروا عليه من ديناصورات يعني افترض ولاحظ يعني جناح الدجاجه كيف يتكون والى غير ذلك، قال هناك امكانيه ان يكون لهما سلف مشترك. كيف كيف الانسان مثلا مع القرده. استنتج ايضا تشريحيا في ذلك الوقت بامكانياته، قال يمكن هناك فرضيه ان تكون هناك وبدا يفكر في السلف المشترك. المشترك لناتي مثلا الان المثال الذي قلت سيتبعنا من اول الحلقه لاخر الحلقه. قلنا الحقيقه العلميه ان الاشياء عندما تترك تسقط الى الارض. هذه حقيقه علميه، فماذا افترض نيوتن؟ ماذا افترض نيوتن؟ قال هناك يمكن ان تكون هناك قوه تجبد الاشياء لتسقط على الارض. هكذا هكذا افترض هكذا افترض بالطبع الفرضيات اللي حكيت لكم عليها فايتون اثبتت انها غير حقيقيه، الارض ليست مركز الكون، والشمس ليست هي التي تدور حول الارض، بل الارض التي تدور حول الشمس. داروين يعني فرضياته ستثبت فيما بعد انها صحيحه، وكما نيوتن ايضا افتراضه ان هناك قوه تجذب الاشياء لتسقط على الارض، ايضا فرضيته ستثبت انها صحيحه، نعلم اليوم بقانون الجاذبيه انها صحيحه. هذا هذا هو شنو مفهوم الفرضية نعاود نقول إن, إن الفرضية هي تلق توقعات وتنبؤات لتفسير حقيقة علمية فاكت لتفسير الحقائق العلمية أو الفاكت أو معناتها لا رياليتي أون فادير سيونتيفيك بالفرونسي هو إنك تضع لها فرضية لتفسير تلك الحقيقة العلمية اذا العلماء لو توقفوا عند هذا الحد مثل نيوتن وداروين لو 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 احدا لم يواصل يعني فرضياتهم لبقيت كل الذي ذكرته بقيت فرضيات وتخمينات تبقى التخمين او التنبؤ او الفرضيه مجرد فرضيه علميه يعني لا نعرفها لا صحيحه لا لا خطا لكن نحن نعرف ان العلماء او هو العالم هو بيدو كيما نيوتن واصل في فرضيته وقام بتجارب وقام بالتاكد وحاول وضع قوانين لكي يثبت ان ان فرضيته هي ستصبح نظريه وهنا ساقعد نقدم نعمل في تقديم لتفسير النظريه الان حقائق علميه تفهمنا لا يشك فيها اثنين فرضيه احاول ان اتنبا او ان اخمن مش يعني التخمين نحب نخمن من لا شيء عندي حقيقة علمية وأبدأ في التخمين يمكن التخمين متاعي يسي فرضيتي تصيب فتصبح يعني شان نشاهد فيما بعد نظرية علمية ويمكن أن لا تصيب وهنا تترك وتبقى جانبا أو نحاول أن نطور أو نجد افتراضات أخرى النظرية العلمية أو scientific theory أو ثيوري بالفرنسية ما هي أول ما بش نبدأ أرجوكم أنا أعطي التفسير العلمي للنظرية ليس للتفسير في المعجم لأن في المعجم أو في كلامنا أو في السياسة أو في المحاماة أو في الجراء يقول لك على فرضية أن أو ما هوش نفس المعنى الفرضية الأخرى يقول لك نظريا وتطبيقيا و... لا العلم في العلم التيوري في العلم التيوري أو النظرية لها مفهوم مختلف تماما فالنظرية في العلم هي هو علم قائم بذاته ولا يمكن التشكيك فيه باش نبداو متفاهمين يعني هناك فرق شاسع بين الاستعمال العلمي لكلمه نظريه والاستعمال العام بشكل عام في المفهوم العام يعني كي يقول لك آه عندي نظريه تقول يمكن ولا في السياسه يقول لك نظريا يمكن ان سيفشل معناتها الموضوع او القانون لا مش نفس المعنى مش نفس المعنى بالكل معناتها تمام في العلم عندها تفسير اخر تعرف النظريه العلميه بانها مجموعه من الافتراضات وتنجم تكون افتراض فقط التي يقوم باستنتاجها والتي تقوم بدورها على معناتها اسس عفوا والتي تقوم لاتمام تجارب علميه. حيث يقوم جميع العلماء بالقيام بافتراض ما او افتراضات ما على اساس القيام معناتها بملاحظه حقائق علميه يعني يجي العالم كما قلنا فما حقيقه علميه ما ينجمش يختلف عليها اثنين كل العلماء اتفقوا عليها وكل القاسي والداني اتفق عليها يبدا في وضع نظريات في فرضيات عفوا يقول يفترض ان هناك سلف مشترك داروين مثلا في نظريه اليونانيين فايتن القدماء قالوا يمكن الارض تكون هي مركز الكون هذه كان هذه فرضيه الان العلماء باش يثبتوا الفرضيات يقومون بتجارب ويقومون باعادتها ويقومون بمعنى التجارب تكون في مختلف ابقاع العالم يعني في القطب الشمالي القطب الجنوبي كم هايل من التجارب لتفنيد او تاكيد تلك الفرضيه يعني يقومون بالعديد من التجارب العلميه لاثبات مدى صحه وقابليتها للتطبيق هذه الفرضيه واذا تم اثبات صحه هذه 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 الفرضيه يعلن العلماء على انها فرأ فانها نظريه يعني الفرضيه اذا اثبت بالتجربه علميا إنها صحيحه تتحول إلى نظريه، لا يمكن التشكيك بها، وإن الفرضيه إذا أثبت العكس فإنها تترك، يعني ما فماش فرضيه تقعد معلقه إلى ما نهايه في العلم، إلى ما لا نهايه، أنا لاحظت حقيقه علميه، لاحظت فينومين، لاحظت ظاهره ما، افترضت شيء أثبته بالتجربه تتحول إلى نظريه. لا يمكن التشكيك فيها وهنا الفرق بين النظرية في الكلام العام وفي العلم كما قلت إذا لم تثبت صحتها يستمرون العلماء في تبحث فرضيات أخرى أو وضع فرضيات أخرى ولإثباتها أو نفيها دائما بالتجربة بشكل علمي وعن أنت ما فيه ما فيه حتى تشك ما حتى تشكيك إذا الفرضية إذا قلنا إذا الفرضية أثبتت بالتجارب علميا فتتحول إلى النظرية والنظرية يتم اعتمادها في المناهج العلمية وفي البحوث وتدرس في الجامعات وإلى ويمكن تتقدم عليها يعني جوائز نوبل والى غير ذلك في كلمة وبكل بساطة الفرضية أو مجموعة الفرضيات التي تثبت صحتها بالعلم وبالتجربة. تصبح نظريه علميه. وفي الغالب لا يمكن تمثيل يعني النظريات العلميه في الغالب لها قوانين لكن في اغلب الاحيان ايضا ليس لا يوجد لها يعني قوانين، لا يمكن ان تثبتها بالرياضيات. لا يمكن وضع لها قوانين. هذه مفهوم النظريه العلميه. يعني انا الاحظ او عالم ما يلاحظ حقيقة علمية يضع لها فرضيات حسب حسب تلك النظرية ويقوم بالتجربة وبالبحث والبحث عن القوانين خط الرياضيات خاصة في العلوم يعني الفيزيائية والعلوم الفيزيائية دائما هناك قوانين الرياضيات يجب أن تفسر كل شيء وإلا في الفيزياء لا يمكن اعتماد الفرضية ولا تصبح نظرية وفي بعض الأحيان الرياضيات تفوق أيضا حتى النظرية النظرية العلمية تفوقها يعني الرياضيات هي اللي تتوقع هي اللي تعطي التوقعات للنظرية هذه في العلوم وتعطي أمثلة خاصة في فيزياء الكم وفي نظريات الأوتار وإلى غير ذلك وفي كثير من الاحيان تخرج تخرج الاختبارات بنتائج لا يمكن شرحها بالنظرية بالنظريات الموجوده وفي هذه الحاله تكون مهمه العلم انتاج نظريه جديده يعني وتترك القديمه كما مثلا ناخذ فايتن نظريه فايتن كانت الارض هي مركز الكون والشمس تدور حول الارض والكواكب الاخرى لما تقدم واكتشفنا يعني المناظير والاسترلابات وتفطن الناس والعلماء الى ان هذا غير صحيح والارض ليست هي كوكب هي ما يعني مركز الكون او المجموعه الشمسيه تركت تلك النظريه العلميه التي استعملها استعملها اليونانيون وجاءت نظريات اخرى التي تقول في بادئ الامر ان الشمس هي مركز الكون وفي واستعملت العديد من السنوات ثم مع تطور العلم اصبحت الشمس ما هي الا نجم في مجرتنا والى اخر ذلك يعني هنا النظريات يوم يكتشف عند التطور العلمي والتقنيات والتجارب وال و... يعني تنجم النظريات يتخلى عنها وتعوض بنظريات اخرى هناك تو باش نعطيو امثله نبداو باول نظريه نظريه داروين للتطور والانتخاب الطبيعي هذه داروين في الاول يعني حط نظريه ووضع بعض الفرضيات وعلى فكرة النظرية هو لم يضعها 100% إلى الآن داروين داروين هو اكتشف ولاحظ حقائق علمية فقام بتنبؤات وهنا قوة النظرية خاطر فما نظريات قوية يعني يقول لك نظرية قوية إن كل ما وضعه داروين من فرضيات جاءت فيما بعد ولو انه هو لم لم يثبتها يعني هو حط فرق جاءت كل العلوم من بعد لتثبت كل كل ما تنبات به هاته النظريه وما تنبأ به ولم يستطع تفسيره علميا في ذلك الوقت داروين جاء العلم ليثبته ومن هنا تكون قوه قوه النظريه ومش نحكي عليها مره اخرى ان كل التنبؤات تكون صحيح ومع الوقت كل ما يتطور العلم خاطر في وقت في وقت في زمن يعني داروين لم يكن هناك علم الجين وعلم الجيولوجي هو اليوم كالجيولوجي ما كانش موجود كانت هناك ثغرات وذاك تو طو... علاش اللي يقرا كتب داروين اللي كتبها داروين يلقى ان النظريه بها برع كثير من الثغرات والحلقات المفقوده لكن هو ينسى انه العلم التطور العلم جال يسد تلك الثغرات ويجيب على كل التساؤلات ويثبت كل التنبؤات أو الفرضيات التي تحدث عنها داروين ولذلك هذه النظرية لا يمكن لأحد أن يطيح بها إلى يوم الناس هذا لأن قوة النظرية هي في قوة تنبؤاتها لما معناتها يقول لك لاحظت شيء حقيقة علمية كل الفرضيات اللي بشي يحطها بطبيعة على أساس علمي على أساس علمي تثبت فيما بعد ولو كما يقولوا ولو بعد حين. فداروين عندما وضع يعني تنبؤات داروين بخصوص الحلقات الانتقاليه والعثور على حفريات عديده اثبتها علم الأركولوجيا حتى في العمق كما تحدثنا في نظريه تحدثنا عن نظريه التطور حتى بالعمق يعني اللي اقدم يوجد اعمق في وسط في الارض. ثم جاء كل هذا لتثبته الجينات. والتحديد لا نعرف نحن اللي هناك داتاسيون يعني تحديد العمر عمر الاحفورات العمر كلها جاءت لتثبت وتو وتجيب على كل الاسئله التي لم يستطع داروين الاجابه عنها ولكنه تنبا بها الى ان وصلنا في الاخير الى كل ان كل الحياه تعود الى سلف مشترك واحد وهو تلك لوكا يعني تلك الكائن الذي يعني تطورت منه كل الاشياء وهذا ان دل على شيء فهو يدل على قوه هذه النظريه ولا احد يستطيع تنفيذها دائما اقول ليوم الناس هذا لان العلم يتطور هذا متفقين عليه فما لا يوجد هناك عالم لا يؤمن بهذا يعني العلم يتطور وكما شفنا هناك كثير من النظريات التي تركت جانبا وثم تطورت يعني واخذت نظريات اخرى مكانها. مع كل اسف يعني داروين هذا العلم علم الاحياء لا يمكن ان يثبته الرياضيات لا يمكن ان تثبته ولا يمكن ان نضع لها قوانين رياضيه يعني كالعلوم الفيزيائيه. ناتي الى الجاذبيه الى هذا المثال الذي اعتمدناه من اول الحلقه. قلنا الحقيقه العلميه انك عندما تترك شيء يسقط. وقلنا أن الفرضية تقول أن هناك أو ما هذا ما قاله نيوتن افترض أن هناك قوة هي التي تجبد الأرض نحو تجبد هذه الأشياء نحو الأرض فنا وهنا خرجت لنا النظرية النظرية نظرية الجاذبية العامة والتي قد تكون يعني من المسلمات اليوم يعني الناس كله كي لماذا تسقط التفاحة أو يسقط الكأس أو يسقط الهاتف الناس كل تقول هذه الجاذبية الأرضية نحن بالنسبة لنا مسلمة لأنها يعني هذه حقائق بها لكن منذ 300 سنة عندما اكتشف أو وضع نيوتن هذه النظرية يعني من لم تكن بتلك المسلمة يعني واقترح نيوتن انتهى ان اقترح فكرته الثورية في ذلك الوقت التي تفيد بان اي جسمين مهما كانت كتلتهما يؤثر كل منهم على الاخر وانتهى بوضع قانون الجاذبيه الذي نعرفه الى يوم الناس هذا والذي يعني يستعمل الى حد اليوم يعني في كي يعني في تفسير او تحديد ما كيفاش نقولوا لكورب يعني مسارات الكواكب نستعمله عندما نبعث يعني اقمار صناعيه كل هذه اسمها نظرية الجاذبية التي ابتدأت بحقيقة علمية ثم افتراضات ثم جاءت التجربة لتثبتها فأصبحت هاته الافتراضات نظريات أو نظرية علمية، يعني حقيقة علمية أفترض شيء إذا صح صح ذلك الشيء يعني تصبح نظرية هذا هو الفرق بين الحقيقة العلمية وبين. الفرضية العلمية وبين النظرية العلمية، وتنتهي الأمور كما قلت لوضع قوانين خاصة في الفيزياء أمور الفيزيائية علم الفيزياء يجب أن نجد دائما قوانين فإن وجدنا قوانين تنتهي العملية وتصبح النظرية غير قابلة للتفنيد، نظرية تفسر من ألف إلى آخر الحروف إلى الياء تفسر تلك الحقائق العلمية. فالنظرية هي في كلمة هي التي تفسر الحقيقة العلمية هي التي تضع فيها نظرية وقوانين لتفسر حقيقة علمية ما هذا في المفهوم العلمي يعني ما هوش نعاود نذكركم لو سمحتم إن جدلكم أحد الأخوة يقول لك لا هي تبقى نظرية لا لا في العلم النظرية هي أمور صحيحة أمور صحيحة لأن النظرية هي التي تفسر حقيقة علمية فإن سلمنا بأن تلك حقيقة علمية فالنظرية تأتي لتفسر هذه الحقيقة العلمية باعتماد طبعا فرضيات كما قلنا الفرضيات يمكن أن تصيب ويمكن أن تخطئ، لكن إذا أصابت هي التي تتحول إلى نظرية لذلك في العلم لا يوجد لا يقول لك لا هناك فرضية حول أن الشمس لا لا هذه أمور سلمنا بها ولا ما مع... عادش نعطي ما عادش يعني فرضيات في الحديث هذا. معناتها في الجاذبيه من سيعطي فرضيات اخرى؟ لكن فسرنا القانون ووضعنا القانون انتهى نقطه ارجع للصفر النظريه غير قابله للدحض والى يومنا معناتها الى يوم هاته اللحظه هي النظريه المعتمده. الى ان ياتي ما يخالف ذلك يعني ي... 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 ياتي ما يخالف ذلك حديث اخر. كما مع انت حدث مع النظريه مع النظريه او الجاذبيه النسبيه عندما اتى اينشتاين وفسر يعني هاته الجاذبيه ما عادش فما هناك نظريه الجاذبيه العامه وكما تعلمون أنشتاين جاء ليضع النظريه يعني الجاذبيه النسبيه. يعني وكما نظريه التطور نظريه التطور كل اكتشاف جيني او احفوري او اركيولوجي او تشريحي او تحديد عمر كلها تأتي لتقوي نظرية التطور والانتخاب الطبيعي لداروين فالنظرية مع داروين لم تكن بتلك القوة التي نعرفها اليوم فالعلم جاء ليجيب لي كما قلت على الأسئلة لا أريد أن أعيد نفسي كما قلنا قوة النظرية هي بعدد دلائلها وقوة تجاربها والتجربة راهو التجارب مش لإثبات النظرية التجربة تأتي في بعض الأحيان إنك لا يمكن أن تفند النظرية يقول لك نعمل تجربة لأكذب فرضيتك فلا يستطيع النظرية تصمد وقانونها كي تحط لها قانونها هناك أكثر وكما قلنا يعني كي تلقى قوانين انتهى الأمر ما الرياضيات من سيوك العلم الأقوى الصحيح الأقوى هو علم الرياضيات فإذا وجدت لها قوانين انتهى الدرس كما يقال ولنبدا في حكايه اخرى وهناك نظريات يعني ما فيها تفسير كما قلت لكم ما نحبش ندخل برشا في التفاصيل فيها تفسير رياضي معناتها ماتيماتيكمون <applause> tu peux لكن معناتها بالرياضيات يمكن ان تثبت ولكن لا يمكن لك ان تقوم بتجربه لان الرياضيات هي تيوري يعني تقعد امور يعني كتابيه والتجربه تتطلب الات وتتطلب استثمارات ويمكن تقنيات لم يتصل يصل اليها الانسان فما لعل الذي يهتم بالعلم يصبح يسمع بنظريه بي الاوتار لي تيوري دي هذه اثبتت رياضيا لكن لم يستطع العلم الفيزيائيين الى يوم الناس هذا الى بقيام باي تجربه فلذلك تبقى نظريه ضعيفه جدا رغم انها لها قوانين تفسر تفسر لكن تبقى يعني تبقى مع كل اسف فاقده للتجارب وتبقى كذلك الى ان تاتي اما ان تجارب ان تفندها او تؤكدها انت يعني هنا عندنا نظريه ضعيفه لكن نظريه هناك علماء وهناك بحوث في هذا الصدد وخاصه كما قلت لكم يعني رياضيا ياسر الناس معناتها كثير من الرياضيين والفيزيائيين يفسرون كثير من الاشياء بهذه النظريه لكن لا يوجد لها دليل فتسمى نظريه ضعيفه وكما قلت يعني اتت النسبيه النسبيه العامه هي اقوى من يعني النسبيه النسبيه عفوا النسبيه النسبيه يعني العامه هي اقوى من نظريه نظريه الجاذبيه العامه لنيوتن يعني لأن كما تعرفوا ما نحبش ندخل في التفاصيل أن نيوتن أن أنشتاين جاء لوحد الزمان والمكان وأصبحنا نتحدث على الزمكان والطاقة والمادة أنهما يعني كما يقول وجهين لعملة واحدة يعني عندما نتحدث عن الطاقة فإننا نتحدث عن المادة والعكس صحيح ولا نتحدث عن زمان أو مكان منفصلين فنتحدث عن الزمكان. ويقول ان يعني الجاذبيه هي قوه يعني كيفاش نقول تعمل ديفورماسيون يعني تؤثر على الزمان والمكان معا والنسبيه العامه باش نعاود باش نزيد في نفس التفسير النسبيه العامه اللي اتى بها نيوتن يعني عندها حدود فسرت الكواكب وتحركات الكواكب وكيفاش تاثر يعني المسارات وكيفاش تاثر كواكب واحد على الاخر لكن هاته النظريه تنهار عندما نتحدث عن الذر عندما نتحدث عن الذره هاته العمليه ايضا هاته النظريه تنهار ويمكن مش نعمل حلقات اذا سمح لنا الوقت بذلك ومع الاستاذ ايوب سنتحدث عن فيزياء الكم وفيزياء يعني الكوانتم والى غير ذلك، فقلنا النظريه هذه النسبيه العامه تنهار ولا تستطيع لما نتحدث ندخل في داخل الذره ونضطر لاستعمال نوع اخر فيزياء اخرى ونظريات اخرى وهي نظريه فيزياء الكم كما قلت لكم. وهذا مش معناتها راهي النظريات الاخرى انهارت، لا، لم تنهر هي تفسر حركه الكواكب، تفسر الكون. لكن لما ندخل في الصغر في المتناهي في الصغر المتناهي يجب ان نستعمل نظريات اخرى هذا اللي قلته مش معناتها القانون الجاذبيه نلقي به في القمامه والنسبيه العامه لأنشتاين نلقى بها في القمامه لا هي نظريات لتفسر ظواهر واحده تتحدث عن ال يعني على الكواكب والى غير ذلك والاخرى تتحدث عن الذره كل في يعني في ميدانه يعني كل ما كل كل فيزياء في ميدانها ولذلك كما قلت يوما اظن زين كل 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 جوائز نوبل في الفيزياء تعطي لك اي عالم يحاول ان يجد حلقه وصل بين هذه الفيزياءات الاربعه او القوى الاربعه كما تحدثت عليها قلنا القوة الجاذبيه في الانفجار العظيم هناك فيزياء او قوه الجاذبيه هناك الكهرومغناطيسيه الجاذبيه هي كما الجاذبيه الارضيه وجاذبيه الكهرومغناطيسيه اللي هي الكهرباء الموجب يسحب السالب والى غير ذلك وهناك النوويه الضعيفه وهناك النوويه القويه يعني النوويه هي التي لا تجعل من الالكترون يسقط على النواه خاطر الالكترون هو سالب والنواه موجب هناك قوه يعني قوه لا تجعل من الالكترون يسقط او ينجذب الى ما هو موجب اللي هو النواه وهذه كما تلاحظون هي قوه لا لا تفند او لا تلغي الكهرومغناطيسيه الكهرومغناطيسيه موجب يسحب السالب ينسحبان واحد للاخر لكن في الذره هناك القوه النوويه القويه التي لا تجعل من الالكترون يسقط يعني ريت هنا القوه تفند او لا تتماشى مع القوه الكهرومغناطيسيه لكن النظريتين او القوتين موجودين علميا لكن كل في ميدانه كل في ميدانه هنا نتحدث عن الظل والنووية الضعيفة هي عند انشطار يعني انشطار النواة فهي تنتج ديبوزيترون أو تنتج وتنتج طاقة يعني تخرج طاقة أو ت أو تمتص طاقة يعني هذه هما الأربعة الأربعة قوى أو الأربعة فيزيات الموجودين كل عالم يبحث في إمكانية توحيد هذه القوى يعني يفوز بجائزة نوبل هذه من مسلمات هذه من المسلمات اذا في كلمه وقبل ان اختم اقول ان النظريه العلميه هي تفسر الحقيقه العلميه بعد قبل ان قبل ان تكون يعني افتراض او فرضيه علميه هذا هو التفسير اتمنى بالحق من كل قلبي اني اني كون فسرت وما عادش عندكم حتى لبس وكما قلت في الأخير ما فماش حقائق مطلقة فالعلم يتطور ولا حدود له ولا يحود له في ذلك أما إذا أنت اعترضتك كلمة فرضية أو عفوا نظرية علمية فاعلم أنها اجتازت كل مراحل يعني المراحل التجريبية وحاولوا التشكيك بها وحاولوا على البحث يعني على مضاداتها كي يكذبوها ولكن لم يستطيعوا لكن كما قلنا مع مرور الوقت يمكن للنظرية أن تقوى أن تصبح أقوى كنظرية كنظرية يعني السلف المشترك والانتخاب الطبيعي لداروين مع الوقت وعلى العلم والاكتشافات والعلوم الجديدة التي نكتشفها كما قلنا الجين وإلى غير هذه النظرية تقوت ويمكن مع الزمان أيضا تضعف هذه النظرية ونستبدلها بمنظريات أخرى في الختام أقول العلوم التجريبية يقوم الفرد في البداية بصياغة فرضية لإجابة عن سؤال يتعلق بحقيقة علمية يلاحظ حقيقة علمية لا تتغير يتفق يحاول تفسيرها كما عملوا ما يعني أسلافنا الحضارات القديمة عندما لاحظوا يعني بعض الظواهر أو الحقائق دائما أصبح معتها أرادوا أن يفسر وقلنا استعملوا الخرافة إذا للاجابه على حقيقه علميه يقوم بصغيره فرضيات وسؤال يتعلق يتعلق بوصف او تفسير ما الذي حدث خاصه في عالم الفيزياء. الخطوه التاليه هي محاوله التنبؤ. يعني سنتنبا قولوا يمكن يعني سيصير كذا او سيحدث كذا. في ظروف طبعا محدده يعني تنبا مش الانسان يكون يحلم يقوم يستفيق من النوم. يقول سأتنبأ أن الماء غير سائل أو هاي من هذا، يعني مربوطة ديما بأحداث وبظروف معينة. بعد ذلك يأتي دور التجربة. في نفس يعني في نفس تلك الظروف وفي نفس، فإذا أثبتت التجربة أن كل ما تنبأنا به صحيح، فإن ذلك يتحول إلى فأ يعني إلى كما قلنا تيوري أو إلى آآ نظريه علميه وفي حال وجود عدم قبول لهذه الفرضيه فان المجتمع العلمي يتخلى عن تلك الفرضيه ويحاول ان يبحث او يتنبا باشياء اخرى لاثبات تلك الحقيقه العلميه وهناك امثله كثيره يعني اتذكر يعني هناك تجربه يعني عندما قال او توصل ألبيرت أينشتاين إلى أنه لا يمكن تجاوز سرعة الضوء على الأرض، فهي أقصى سرعة هي سرعة الضوء اللي هي 300000 ألف كيلومتر في الثانية. يعني هناك عالم اسمه إنجليزي أظن اسمه ويل فقام بنشر وتجري يعني في الجرائد العلمية وورقات بحث وأعلم كل الكليات أنه سيقوم بتجربة. سيكذب فيها أينشتاين وإنه حسب فرضيته هو يمكننا أن نتجاوز سرعة الأرض سرعة الضوء على وجه الأرض على الكرة الأرضية وصنع آلة وكما قلت يعني أخبر الناس كل العلماء وكل الفيزيائيين والجراء تكتب وينتظرون هذه التجربة التي سيقوم بها الويلكيسون ويلكيسون هي اسمها الويلكيسون خاطر الآلة موجودة ومصنوعة واسمها ويلكيسون وهي من الالات القليله التي رايتها لم استعملها لكن رايتها في الجامعه الويلكسون هي عباره عن يعني كما نقول معناتها سرب من الالكترونات او شعاع من الالكترونات ويقوم بضرب ذلك بالليزر يعني ضرب تلك الالكترونات بالليزر ومعادله يعني رياضيه فتغير اتجاهها وباستعمال انا سامحوني معناتها علميا معناتها ثقافتي فرنسيه بالكوسينوس نتاع لونغ نتاع الزاويه أه سيتتجاوز سرعه الضوء وبالطبع حط مجسات لقياس السرعه وقام بهذه الاله وكل الناس يعني ينظرون اليه وينتظرون التجارب فاكتشف مع كل اسف ويلكلسون ان اينشتاين على حق ولا يمكن ان نتجاوز سرعه سرعه الضوء على الارض واعترف يعني بكل روح رياضيه وخاصه علميه ان نظريات اينشتاين هي صحيحة وهو اخطا في فرضيته وهو ما زاد قوه لنظريه اينشتاين شفتوا العمليه يعني هو افترض انه يمكن ان نتجاوز سرعه الصوت ويعني قام بتجربه فثبت العكس فاعترف وسقطت فكرته لكن تقوت نظريه لانه اثبت بالتجربه خاطر اينشتاين توصل الفكره بالرياضيات رياضيا ولم يكتشفها يعني ولم يقوم يستطيع ان يقدم تجربه فجاء فخدم يعني نظريه اينشتاين على النسبيه العامه هكذا اكون اتممت كل ما عندي في خصوص هذه الحلقه لعلكم فهمتم ما هي الفرضيه وما هي النظريه وما هي الحقيقه العلميه وما هي القوانين أه وشاهد أن استاذ ايوب التحق بنا يعني كنت لا انظر للستريم يارد ولا للقناه يعني اذا كان لكم الاسئله تفضلوا اما بالكتابه او بالتدخل المباشر تفضل استاذي الكريم استاذ ايوب مساء الخير اخي استاذ ماهر تسلم على هذا الشرح الوافي والجميل تحياتي لكل الاخوات والاخوه الافاضل الحاضرين في هذا البث توجد ظروف استثنائيه ربما تعيق الاخ سمير وربما ايضا انا لي ظروف استثنائيه خاصه ولكن الاستاذ ماهر قام بما يجب عليه العلم لن يتوقف ما موجود في الرياضيات الكل يعرف ان الدائره وان المنتصف وان الزاويتين المتقابلتين والزاويتين المتناظرتين والزاويه ال180 والشكل الدائره و360 والزوايا القائمه وعلم المثلثات هذه علوم تم حسابها رياضيا وتم اثباتها تعلمنا سابقا في علم الهندسه المفروض والمطلوب اثباته والبرهان والنتائج العلم يتطور ما دام العلم لم يستطع أن يخطئ نظرية بعد أن أثبتها علماء فستدوم النظرية وتصبح حقيقة كاملة إلى أن يأتي من يستطيع أن يدحضها أي أن يقدم حججا ثابتة لدحض النظرية النظرية لم ت... لا توجد نظرية تأتي من الفراغ كل النظريات الموجودة مثبتة علميا بالدليل العقلي والدليل الم... وبالتالي ركن اليها العقل الانساني واصبحت ميدان والا كل الذي جرى والوصول الى القمر او الرحله الطويله الى المريخ او تصليح الاجهزه على القمر او على المريخ لم ياتي اعتباطا ولا هذه الحسابات الفلكيه تمت اعتباطا ولا العالم كان يرى بعينه المجرده انما هي حسابات رياضيه لوصول الانسان الى القمر او الى المريخ او حتى ابعد من ذلك. كل القوانين الموجوده على كرتنا الارضيه تحكم كرتنا الارضيه. اما ما يوجد خارج ان وجدت عوالم اخرى او اكوان اخرى او كل النظريات فربما في اكوان اخرى وفي اماكن اخرى ربما يختلف الضغط الكثافه الجاذبيه تختلف، الضغط الجوي يختلف تاثر أه الكواكب أو تأثر المجموعة الشمسية الأخرى لا نعرف ثوابت علمية نركن إليها إلى أن يتم دحضها الذي لا زال يتمسك بفكرة النقل وعدم إحكام العقل لن يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة لأنه سيبقى في هذه الجحور الجحور لن تخدم أحدا العلم هو الذي يوصلنا إلى الحقائق وإلا كيف نذهب إلى الأطباء كيف نذهب إلى المختبرات هل جئنا بشيء جديد أم أن هناك علوم مختبرية هي التي أثبتت أن هناك حقائق وأننا نركن إلى الحقائق عندما نرى السونار السونار نحتكمنا إليه بعد أن ثبت علميا والتصوير الذي ينتجه والسونار هو الذي حدد لنا مثلا هذه فتاة هذا ولد هؤلاء توأم ربما حتى الجنين المتوفي داخل رحم المرأة أو حتى أجهزة متطورة جدا حتى تقيس لنا نسبة التنفس ونسبة ثاني أكسيد الكربون وكل هذا خاضع للعلم الذي يتكبر على العلم مع احتراماته هو إنسان جاهل لأن العلم هو شيء معنوي وليس شخص مقابلك العلم لا يعرفك ولكن نحن الذين نذهب الى العلم ونحن الذين نحاكي العلم وبالتالي العلم يعطي لمن يؤمن به والذي لا يؤمن بالعلم فعليه ان يراجع نفسه ويرى انه في وهم كبير. استاذ ماهر خذ انت الأجل الاسئله المتواجده على الشات من اجل ان تجيب عليها تفضل اخي ماهر. شكرا لك استاذي الكريم على هذا التقديم الرائع. والحقيقة مئة في المئة أولا سأجيب الأخت أميرة تقول لي ماذا عن الأكوان المتعددة هل هي فرضية أو نظرية هي نظرية هي نظرية لكن ضعيفة جدا كما تحدثت هناك نظريات قوية فنظرية الأكوان المتعددة ونظرية الأوتار ليكورد كلها نظريات لكن ضعيفة ليست فيها تجربة لا يمكن لا يمكن. على عكس على عكس نظريه الانفجار العظيم، انفجار العظيم هناك تجارب تثبته وهناك يعني ملاحظات حقائق علميه كما تحدثنا في الانفجار العظيم، هناك التردد الكوني الخلفي الذي توصلوا اليه اللي هو ما زال محصور في الكون يعني اثبت فكره ان ان هنا في وقت ما صار هذا هذا التمدد يعني هي الكلمه انفجار لكن هو التمدد من من كتلة او من كتلة صغيرة ما، يعني الاكوان المتعددة هي نظرية ولكنها ضعيفة جدا، والاوتار هي نظرية لكن ضعيفة جدا، الاوتار يعني الكورد هي كما نقولوا الموضة في العلم. الاوتار هي الموضة يعني اخر ما توصل له علم الفيزياء في تفسير المادة وتكوين الكون، لكن رياضيا مفسرة بها يعني قوانين تفسر لكن تجربه صعيبه جدا لانها نعطيكم يعني فكره وامن نعمل حلقه مبسطه لكن صدقوني صعب صعب ياسر انك تبسط مثل هذه العلوم لأنها تفترض هناك على الاقل عشرة ابعاد نحن نعرف في كون هناك اربع ابعاد ابعاد اللي يعني الفضاء اللي هي ثلاثه والزمن الرابع فرضيه الاوتار تفترض عشرة ابعاد يعني ستة يجب على العلماء أن يجدوا ستة أبعاد أخرين وذلك علاش ضعيفة لأن تجربة بتاعها صعبة جدا أنك تجد عشرة عشرة لكن هي تبقى نظرية لكن ضعيفة الأكوان المتعددة نشاهد في حوار بين أخونا عبد الله المقدادي وأخونا محمد علي ويتحدثون هل اليوم أنا سأفسر لكم هل اليوم أيضا يتعرض للجاذبية الأرضية ما, ما ندخلوش يعني البالون الذي نملأه بغاز الهيليوم ويطير أنت هو لا يهرب من الجاذبية الأرضية سأفسر لك وستقتنعان الاثنين هو أخف من الهواء الهواء اللي هو متكون من أكسجين وأزوت كما نعرف يعني نيتروجين وقليل من ثاني أكسيد هو ك... نعطيك هات ناخذ السفينة مثلا أو الخشب فوق الماء الخشب هل تجذبه الجاذبيه الارضيه تجذبه لكن يطفو فوق الماء فهناك قوه اخرى تدفعه وهي البوسيدر يعني قوه ارخميتس او كما يقال بالعربيه نعرف الكلمه بالعربيه الغاز كذلك هو تجذبه الاكوره الارضيه لكن هو اخف من الغازات الاخرى فيطفو فوقها فهمت صديقي واخي عبد القادر عبد الله المقديدي ومحمد علي مش عارف من مؤمن انه اخف ولا تجيبه هو لا تجيبه الجاذبية الأرضية لكن يطفو فوق الغازات الأخرى أظن واضحة الفكرة كل كلمة يعني السفن ولا تضع خشبة اللي, اللي اللي الثقل متاعه أخف من الماء يطفو فوق الماء هذا لا يعني انه لا يتعرض للجاذبيه الارضيه، لكن يطفو، الغاز كذلك يطفو فوق الغازات. يعني السوائل تطفو فوق السوائل ولا، لكن الغازات ايضا تطفو فوق الغاز. اظن اني فسرت لكم يعني الغاز بالبالون بالبالون لا تجبه، لا تجبه، لا تجبه يا عبد الله المقدادي اخي، تجبه لكنه يطفو فوق الغازات التي هي اثقل منه. ااا آه. هناك سؤال أيضا أه وجدته منذ قليل ضاع عني آسف أبحث عن السؤال رأيت سؤال الأكوان المتوازية هي بيد الأكوان المتوازية هي بيدها هي نفس الأكوان المتعددة نفس نفس الفكرة أختي أميرة مش يعني ويعني وهي كما قلت هي نظرية هل يوجد في الفيزياء ما يفسر بوزون هيكس ما فهمتش حسام لو تعيد سؤالك ما لم أفهمك عما تتحدث أو أكتبه بالإنجليزية لأني بالعربية لم أفهم بوزون ماذا تقصد بوزون هيكس لم أفهم هل هو يوجد في الفيزياء لو سمحت اكتبه يعني بالإنجليزية ان امكن او بالفرنسيه يقول انا لا اؤمن في نظريه الجاذبيه يعني يا اخي عبد الله المقدادي ما فيش اؤمن وما اؤمنش يعني مع كل معناتها اذا كان إذ اسمح لنفسي انا احترمك اخي عبد عبد الله المقدادي كثير هو في العلم ما فيش نؤمن وما نؤمنش هذه نظريه علميه وهي موجودة منذ 300 سنة ولا أحد أن يستطيع أن يفندها يعني أن تأتي وتقول لا أؤمن يعني كأن فكرتني بالإيمان بالغيبيات هذا علم هذا علم فإن أنت كنت تذهب للجامعة وتدرسه فلا يمكن أن تقول لا أؤمن به أنت تدرسه وهو علم بالعكس وله قوانين قوانين الجاذبية معروفة وقانون التسارع وهذا العلم نستعمله لتحديد يمكننا تحديد مسارات الكواكب الى مئتي سنه الى يعني في المستقبل بالمليمتر بالمليمتر وبفضله نبعث كل هذه يعني الساتليتات يعني كيف الاقمار الصناعيه وكل هاته يعني الصواريخ التي نبعثها والمحطه الفضائيه كلها باستعمال قانون الجاذبيه وتقول لي لا اؤمن يعني مش معقول هذه فيك تؤمن هذا العلم كلنا حقيقه علميه راهي النظريات هي تفسر الحقائق العلمية ما تقولش لا أؤمن بالجاذبية إذا لا تؤمن بأن التفاحة تسقط على الأرض هذا شنو تقصد يعني إذا كيف وقلت لك أعطيتك أنا إذا كان تقصد مثال الهيليوم هو مش كان الهيليوم هناك كثير من الغازات أخف إنها تطفو فوق الغازات الأخرى هذا هو التفسير العلمي لكن كنظرية الجاذبية هي تجيت الأقوى نظرية يعني في الفيزياء التي لا أحد يستطيع أن يحرك لها ساكن منذ 300 سنة حتى لما جاء, جاء نيو نيوتن وتحدث عن النسبية العامة لم يكذب يعني فقلنا كل في اختصاص كل في اختصاص يعني حتى النسبية العامة لا تفسر لا تفسر وتقف عاجزة على مستوى الذرة لكن العلم توصل إلى نظرية أخرى أو فيزياء أخرى وهي فيزياء الكم ليفسر ما يصير بداخل, الخل... بداخل الذرة يعني العلم ما عندكش خيار اخر اخي عبد الله البقدادي يجب عليك ان تؤمن به تفضل استاذ ايوب على الاغلب لم اجد أفضل. شكرا شكرا اخي ماهر أه الحقيقه موضوع طفو الموائع هذا قانون الموائع معروف في الفيزياء وقانون الانغمار المتعلق بقانون ارخميدس في الموائع معروف وكثافه الحاجه ما بين الخشب والفلين الفلين ايضا من يرى الفلين أه يراه خفيف جدا ولكنه يخضع للجاذبيه ولكن لانه اخف من مواد اخرى تراه مثلا حتى يطير في الهواء او حتى لو رايت اوراق الاشجار هي ايضا تخضع للجاذبيه ولكن عند وجود الرياح سنراها مثلا تطير في الهواء وكذلك الاوراق هي ايضا تخضع لقانون الجاذبيه ولكن لانها خفيفه جدا فستتعرض الى قوه دافعه ترفعها الى الاعلى وحتى الطائرات الطائرات كيف تطير؟ القوة الدافعة على الاجنحة هي التي ستعمل باتجاه اخر وترتفع الطائرات، العلم العلم لا يدحض الا بالعلم، النظرية العلمية لا تدحض الا بنظرية علمية اقوى منها تفندها بوقائع وبحقائق جيدة وكاملة، اهلا بالملكة المحجبة، اهلا بكل الاخوان الذين يحضرون معنا، استاذ ماهر اذا هم احد أنا حقيقة اتصل بي شخص الآن يقول إذا كان قانون الجاذبية فكيف يستطيع الإنسان عندما يكون رجليه إلى الأعلى ويستطيع أن يشرب الماء والماء يصعد باتجاه المعدة وهو سؤال طبعا مطروح بشكل كثير جدا لأن البعض لا يستطيع أن يستوعب فكرة الجهاز الهضمي وشرب المياه تفضل أخ ماهر هو أن نستطيع أن نشرب ونحن يعني رأسا على عقب كما يقول فهذه عضلات المريء يعني هي التي تأخذ في كل مرة كمية وتدفعها وتغلق عليها ثم تأخذ كمية فتدفع تلك التي أخذت الأولى تدفع إلى مرحلة ثانية يعني وكأنك في يعني كيفاش نقول يعني وكأنك في نسيت التيو كومون ما نعرفش كيفاش يقال بالعربية، الذي نستعمله لنسقي يعني الأشجار يعني في كل مرة عفوا ما نلقاش الكلمات بالعربية، هناك العضلة في المريء، المريء هو الجهاز التي يمر منه الماء والأكل والطعام، هو به عضلات فيأخذ كمية ثم يدفع بها يعني يضغط عليها العضلة فتت يعني فتتقدم قليلا. ثم ياخذ كميه اخرى ويضغط عليها فالعضله الاولى تضغط على الكميه الاولى لتتحرك تتحرك في اتجاه اتجاه المعد وهكذا هي عضلات هي عضلات يعني هي العمليه عضلات لا اكثر ولا اقل يعني واذا كنت تستعمل يعني قصبه مثلا للشرب فان ذلك بالسحب بي الهواء يعني تعرف هناك الضغط فانها تستعمل الهواء لتمرر ذلك، اما الطعام او الماء يعني مباشره بالفم كي تشرب يعني ولو انه صعيب ياسر باش تشرب يلزم عندك يزم ان تدخل فمك وانفك ما في نفس الوقت حتى ان استطعت ان تفعل ذلك فهناك عضلات هي التي الخرطوم، تفكرت الكلمه، الخرطوم كالخرطوم، يعني الخرطوم لو كان انت وضعته عموديا وضغطت عليه واغلقته وهناك كميه ماء تدخل في الخرطوم ثم تضغط عليه باليد الثانيه فتدفعه الى فوق ثم تضغط وتبقى تضغط في كل مره الى ان يمكن ان تصل الماء الى الجهه الثانيه فهذه عمل يعني العضلات بتلك بتلك الطريقه بالضبط يعني ولو انه عمليا صعب ياسر الانسان يشرب يعني لانه سيغطس يعني فمه وأنفى في أن واحد ويمكن بالصعب أن يتنفس في تلك الحالة يتحرك الغذاء بالحركة الدودية مش عارف الدودية شنو معناتها يمكن الذي فسرته فسرته هنا يمكن يسمى ك بالعربية بالعربية يعني الامور الكلمات العلمية تغيب عني قليلا إحقاق الحق بدأنا أول خلق نعيده مش عارف هذا سؤال او ملاحظه اختنا الملكه المحجبه يوم نطوي السماء كطي السجل الكتاب كما بدانا اول خط ما مش عارف ملاحظه او سؤال لماذا لا تسقط البالونه يا اخي عبد الله المقدادي قلت لك البالونه لا تسقط لانها تطفو فوق الهواء البالونه التي تتحدث عنها لا يمكن ان تذهب للفضاء الخارجي فستقف عندما ينتهي الهواء هي تطفو كعطيتك مثال كالخشب فوق الماء لماذا لا يسقط لماذا لا يهبط إلى قعر البحر وتجذبه الجاذبية لأنه كتلته كتلته أخف من الماء الكتلة مش نحكي على الوزن الكتلة أخف من الماء الغاز نفس الشيء الغاز الهيليوم كتلته أخف من الهواء فهو يطفو لكن يتعرض للجاذبية يتعرض للجاذبيه لكن يطفو سي... سي... سيمكث او سيتوقف سي... عن الحركه في اعلى مستوى للهواء ويبقى هكذا ان سحبت الهواء لو شفطت الهواء من تحتي فانها ستسقط يا اخي محمد عبدالله الله المقدادي هي تطفو كما يطفو الخشب فوق الماء هي البالون تطفو يعني ان كان كلامك صحيح باش نعطيك حقيقه اخرى علميه وما عندك حتى خيار اخر ان انت صدق. لو كان كلامك صحيح لما وجدنا اليوم على الارض. لغادر. لكن لماذا نجده الى يوم الناس لانه موجود هو اخف لكن موجود. يعني باش تلقاه في في فوق دائما الهواء. كيما وقت تشعل النار حريق يدب حريق يعني الدخان دائما يطفو لانه معروف الهواء الساخن يكون اخف من الهواء العادي. وذاك علاش يقول لك في حالة فريق انبطح أرضا لكي لا تستنشق ذلك الهواء لأن الهواء الساخن يطفو إلى فوق وينحصر بسقف الـ بسقف الـ بسقف الـ الغرفة أو المستودع وإذا فتحت الشبابيك سيطير لكن لا يعني أنه لا يتعرض للجاذبية هو يطفو الغاز الغاز الخفيف يطفو فوق الغاز فوق الهواء الذي هو متكون من أكسجين وأزوت وإلى غير ذلك. أخ ماهر أخ ماهر, أخ ماهر. أه مثال بسيط عندنا الماء لو أنت سكبت ماء إلى الأعلى سيسقط إلى الأسفل بالتأكيد لوجود قانون الجاذبية ولكن لو حللنا الماء جزئين هيدروجين وجزء الأكسجين فلن يسقط إلى الأرض لو حللنا جزيئين الهيدروجين وجزيئ الاكسجين فلن يكون هناك ماء سيكون عندنا اوكسجين وهيدروجين بالتالي سيختلف التسميه لن يكون هناك ماء سيكون لدينا عامل اخر هو الهيدروجين والاكسجين الموضوع هو ليس موضوع عقلي او موضوع انا اقبله او هو موضوع ايمان لا فرق بين الايمان وبين النظريه العقل النظريه العلميه. انت الايمان شيء وتصدق بامور شيء ولكن المختبر يحكم على الجميع. القياسات الرياضيه وحسابات الرياضيات لا يمكن تخطئتها، عندما نقول هذا شعاع فهذا شعاع. عندما نقول هذا خط مستقيم فهذا خط مستقيم. انت الان لو اردت ان تاكل انت تستطيع ان تاكل ولكن وحتى ولو كنت انت بالمقلوب رجليك الى الاعلى وفمك الى الاسفل وتستطيع ان تتم الدوره ومن ثم يخرج الفضلات باتجاه اتجاهين باتجاه البنكرياس وباتجاه الامعاء الامعاء لن تكون خط مستقيم الامعاء ستكون ملتفه ستكون حلزونيه الى ان تصل الى المستقيم الى ان تصل الى منطقه المخرج والفضلات، موضوع العلم لا يمكن ان نكابر في موضوع العلم ولا نربط العلم بالدين. الدين موضوع روح اعتقادي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. العلم هو يحكم على عقولنا اما من يستطيع ان يثبت العكس فمن حقه ان يعني يقدم نظريه ويقدم دلائل منطقيه وبراهين ويثبت وبالتالي سيصفق له العالم انه استطاع ان يثبت عكس او يدحض نظريه قائمه وهذا ليس عيب. لا يوجد انسان كامل على وجه الارض ولكن قدم نظريه اثبتت علميتها، من يستطيع ان يدحض النظريه العلميه يقدم براهينه وهذه مساله يعني متفق عليها. العلماء لا يكابروا العلماء يطلبوا أدلة جديدة نعم أخ ماهر شكرا أستاذي كريم أخي عبد الله المقداد يقول لي أنا لا ديني ولكن ليست لي قناعة بنظرية الجاذبية هذه قناعاتك أنا نعرفك أستاذ عبد الله أنت يعني من رواد القناة قناة أستاذ أيوب وأعرفك أنا شخصيا في القناة حتى على الب... على صفحات الفيسبوك يعني اعرفك و... لان كي تقول لي قناعه يعني ما عادش عشن... ما نجم هذيك قناعتك تعرف الانسان باش يغير فكره ويزم يقبل يقبل اخي وعزيزي عبد الله المقتدي يلزم ان يقبل الفكر الاخر اما ان تقول لي قناعه يعني انا يعني امر امر مرور الكرام يعني اللي عنده قناعات وما يقبلش زيت تناقش معه يعني مضي على الوقت لكن هذاك فكرك انا انا عكس انا اؤمن بكل النظريات العلميه ما يسمى نظريه اؤمن به حتى وان كان يقول لي غدا سينتهي العالم نظريه اذا اعتبرت نظريه علاش اخي عبد القادر يمكن عبد الله المقدادي والاخوه راي النظريات تدرس في جامعات محترمه جدا وهناك مختبرات وهناك اموال تصرف يعني وتستثمر واستعمالاتها كثيره قلت لك استعمالاتها كثيره يعني الجاذبية لا تستطيع اليوم أن تبعث بقمر صناعي أو صاروخ بدون هذه النظرية وبدون قوانينها تستطيع أن تحدد يعني مسارات أو تواجد مواقع الكواكب من لمدة 200 سنة إلى في المستقبل يعني ما فيهاش يعني أما أن قناعتك ما ما لا تقبلها هذا أمر ثاني أنا اللي يقول لي مقتنع لا لا أجادله حقيقة لأن أما, يقول أما إذا قال لي اقنعني اقنعه أما إذا قال لي قناعتي لا أه هذيك قناعتك احترم رأيك ما فيش كلام أما العلم راهو ما فيش يعني اقبل الشطر ولا اقبل الشطر الآخر يا تأخذ العلم تكون مؤمن بالعلم وتأخذ كل ما صنف علما كما قلت لك يعني الناس لا لا تمزح يعني يعني جامعات وكليات من ارقى ومراكز بحوث من ارقى وما اسمى من انك يعني وجوائز نوبل وغير ذلك يعني ما عادش فيها بالنسبه لي أنا انك تشكك الاخ فلاح عبد الله مرحبا بك يقول لي سؤال لا توجد جاذبيه لا توجد جاذبيه الذي يحصل هو الكوكب ذو الكتله الكبيره تسبب في انحناء أو تقعر النسيج الكوني الزمكاني الذي يسبب انحدار الكتلة الأصغر، إي أنت قاعد تحكي عن النسبية العامة لأينشتاين بالطبع، لكن هي نوع من الجاذبية، نوع من القوة. هي يعني هذيك هي، هي هي, هي أينشتاين كما قلت لك يعني كل ما آه أنت قاعد إيه ولكن السؤال ما هو؟ ما فماش سؤال تقول لي أنت كأنك فسرت لي الجاذب النسبية العامة. صحيح. صحيح هو النسبية العامة هذا, هذا ما تتحدث عنه يعني تقول أن هناك تقعر في الزمكان يعني والكوكب أو الكتلة الأثقل هي التي تقعر أكثر وتسحب وتسحب يعني عبارة أنك فوق لحاف ووضعت كرة كرة يعني بلاستيكية وكرة حديدية ثقيلة وفوق لحاف ما أنت تشده من أربع الأطراف فعندما تضع الكرة الحديدية فإنها ستقعر اللحاف وستذجب الكرة البلاستيكية هذا هو لكن هذه الجاذبية هو تقعر هو يقعد أينشتاين يعني فسر الجاذبية خاطر الجاذبية ما عندهاش تفسير لا نراه لا نحس بها لكن لا نراه وهو هذا أعطى التفسير العلمي لنظريته يعني وهي هي كما قلت قلت تحدثت يعني هو وحد المكان والزمان لأن مفهوم الزمان يعني اي في الفيزيك نحن نقوله في الفيزياء، يعني وهم، الزمان ما فماش هو وهم، فواحد لكن يتحدث عن الزمكان، عن الزمكان وعلاش وهم؟ خاطر أنت تسير أنت أن تسير في سرعة الضوء فإنك فإنك تمدد الزمان يعني تمدد الزمان مش الإنسان اللي يسافر في سرعة الضوء، كما الإنسان يقعد إذا كان لهما نفس العمر وهذه تجربة معروفة. فالذي تجربه يعني فيكتيف معناتها مش حقيقيه لما سيرجع سيجد ان يمكن الشخص الذي في عمره عاش خمسين سنه في وقت اللي هو لم يسافر حتى شهر او اثنين هذه معناتها في النظر في النسبيه العامه وفي في الزمكان لكن هذيك هي القوه هو هذه التفسير اللي قدمه اينشتاين هو اللي يفسر يفسر الجاذبيه والجاذبيه حتى في معناتها في فيزياء الكم تفسر يقول لك الجاذبيه هي الطاقه طاقه سلبية يعني هي الطاقه السالبه التي موجوده في تعرفوا طوما في 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 الماده تعرف فما في الفضاء فما الطاقه السوداء وفما الماده السوداء اللي هي موجوده في الطاقه. السودية. اخ اخ ماهر تفضل تفضل, تفضل. احد الأخو... احد الاخوان يقول اختلطت عند الامور هو يكتب لي على الماسنجر يقول اختلطت عند الامور ما بين الكثافه والكتله بين كثافه الشيء وكتله الشيء واعتقد الاخ ليس له معلومات في الفيزياء فيحب توضح له اي كثافه ما هي وكتله الشيء ما هي لانه ظاهر عنده نقص في معلومات الفيزياء تفضل اخ ماهر أخ ماهر أوكي المايك كان مقطوع عفوا سأعيد 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 التفسير والحديث كما قلت يعني أي مادة موجودة من حولنا عندها كثافة معينة الكتلة هو معناتها في نهاية في نهاية في نهايه الامر الكتلة هو الـ الـ كما نقول يعني هو الوزن لكن الكثافة هي الكثافة هناك كثافة الغاز تقاس مقارنة بكثافة الهواء وهناك كثافة الماء والصلب كل ما هو صلب تقارن مقارنة مع الماء سأفسر. يعني باش تتفهم العملية تأخذ تأخذ كأس كأس من بلا الماء ملء بالماء وتضع فيه جسم أي جسم تأخذ كأس من الآن للآخر بالماء يعني أي أي قطرة سيفيض الكأس أو تأخذ في أنبوب يعني به أرقام يعني مرقم مرقم خلينا في الكأس أحسن تأخذ كأس من الآن يعني أي قطرة سيفيض وتضع فيه أي جسم سيفيض الماء كمية الماء التي فاضت حجمها هو نفس حجم ذلك ذلك الجسم الذي وضعته في الكأس أنت نأخذ كرة كرة كجة يعني كجة ونضعها في كأس من الآن كمية الماء التي ستفيض عن ذلك الكأس هي مساوية أو هي مساوية لحجم ذلك تلك الكجة بالضبط وهناك باش نرجع اول ما اكتشف هذا هو ارخميدس وقصته المشهوره اوريكا عندما طلبت هناك ملك احكي بسرعه ملك طلب ان يصنع له تاج من الذهب واعطى للسائغ او للحرفي كميه من الذهب لنقول خمسة كيلوغرامات من الذهب وقال له اصنع لي تاج من الذهب الخالص فصنع ذلك الحرفي التاج لكن الملك شك في أن هذا الحيرة في سرقه قال وما الذي أدراني أنه لم يسرق لنقل كيلو غراما من الذب ذهب وعوضه بالفضة كيف أعرف أنه لم يسرقني لم يغشني فنادى على أرخميدس الذي كان عالما في ذلك الوقت وقال له أنا أشك في أن هذا الحيرة في سرقني فأوجد لي كيف أتأكد التاج مصنوع من الذهب لا يمكن الرجوع بالوراء التاج موجود، كيف سيعرف ان كان به نحاس او به فضه؟ فبقى ارخميدس يفكر وكان يعني في ليله ما يقوم بالاستحمام وموجود يعني في في المسبح الخاص به او وعندما غطس يعني في في ذلك المسبح او مش عارف الصغير فاضى الماء يعني فاض الماء فجاءته الفكره ان كميه الماء التي فاضت هي نفس حجمه هو، يعني فاذا كان هو لنقل واحد متر مكعب حجمه كل حجمه ولو ان هذا كثير، فان كميه الماء التي ستفيض ستكون واحد متر مكعب، وهكذا قال معناتها عرف ان للذهب له كثافه، يعني كي ناخذ واحد سنتيمتر مكعب من الذهب، واقيس حجمه بالماء اضعه في كاس او اضعه في انبوب يعني به معناتها مقسم لوحدات فان ذلك السنتيمتر المكعب ذلك السنتيمتر من المكعب من الذهب سيرتفع كميه الماء بنفس بنفس الكميه. ياخذ هذه يعني هذه هذه هذا الوزن ويقسمه على الحجم فيتحصل على الكثافه. هذه هو هي الكثافه. بالنسبة للمعادن والسوائل تقاس يعني كما يقولون تقاس باعتماد الماء وبالنسبة للغازات تقاس باعتماد الهواء هذه الكثافة كل جسم عنده كثافة معينة كل جسم عنده كثافة معينة فالذهب الحديد النحاس إلى غير ذلك عنده كثافة أرخميدس كيف تمكن من أن ذلك الحرفي قد غش؟ هو اتضح في الأخير أنه غش وسرق يعني أخذ التاج ووضعه في إناء بالماء وفعرف حجمه كم حجمه بالضبط يعني وضعه لنقل أفاض لترين من الماء فقال إن حجم التاج لترين من الماء أوكي أخذ الآن لترين من الذهب لترين من الذهب الخالص ووزنهما قام بالميزان فوجد أن الذهب الخالص مثلا يزن أكثر من التاج فهمت العملية يعني أخذ حجم التاج ووزنه نفس حجم التاج قام بوزن التاج وعرف حجمه بالماء بفيضان الماء ثم أخذ نفس كم الوزن نفس الوزن واحتسب كمية الماء فوجد هناك اختلاف فقال أن لو كان التاج كله ذهب خالص لأفاض نفس كمية الماء فعرف أن الحرف في ذلك الوقت غش وسرق الملك والقصة المشهورة كيف أن أرخميدس خرج من الحمام يعني عاري تماما ويقول أوريكا أوريكا أي وجدتها وجدتها فهذه الكثافة أي مادة أي مادة لها كثافة وهي الكثافة هي مقارنة وزنها بحجمها وهذه تسمى كثافة هذه هي الكثافة وكما قلت لك الـ 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 الصلب كل ما هو صلب وسائل يقاس بالماء وكل ما هو غازي يقاس باعتماد يعني الهواء هذه هي هي قصه الكثافه وقصتها كيف اكتشفت منذ قدم الزمان يعني هذه هي ما يسمى بالكثافه امل اني كنت فسرت وكان هيك هناك سؤال مستعد اني نستعد اني نجي, نجي, نجي اخ ماهر يوجد أسئلة أو ننهي البث ك ك ك كما تشاء ما نحن ما زلنا اه في الستريم خاطر هو هناك بون ان عبيد. اه بين اه تشوفوا في الموضوع كشفوا يقال ان علي ابن ابي طالب قد سبخ ارخميدس كيف تاريخيا شمس العراق يمكن يمكن هذه نكته يعني يمكن هي تمازحه تمازحنا كيف طيب علي ابن ابي طالب تاريخيا وجد بعد ارخميدس يمكن اختنا شمس العراق تمازحنا اوكي استاذ ايوب اعرف ان لك التزامات مش مشكله لنستطيع أه نستطيع ان ننهي البث تسمعني استاذ ايوب نعم استاذ ماهر نعم يمكن ننهي البث ما مش مش ما اعرف عندك التزامات ويمكن ان نرجع للموضوع مره اخرى ما في مشكله يعني اوكي اوكي ثانك آه يو شكرا اخواني واخواتي الكرام شكرا على مساهمتكم وحضوركم سيكون لنا غدا الساعة العاشرة وربع بتوقيت العراق الساعة السابعة والربع بتوقيت جرينتش حلقة استثنائية وخاصة ستكون يوم غد الساعة السابعة والربع توقيت جرينتش والساعة العاشرة والربع في توقيت بغداد آمل أن تكونوا موجودين شكرا جزيلا لمن حضر معنا وتفاعل معنا العلم يبقى الجهل والخرافة والنقل وكل هذه العلوم التي تعتمد على الكلام على الصفقة لن تغني شيئا الحقل التجريبي هو الذي يثبت الحقائق من حقك أن تعتقد أو من حقك أن تصدق هذا أمر يخص كل إنسان من حق الإنسان أن يسأل ويتساءل بل من حقه حتى أن يطلق الشكوك ولكن أيضا عليه أن يراجع آه الامور العلميه ويحاول ان يتعب نفسه قليلا لان من اجمل العلوم علوم الفيزياء وعلوم الفلك وعلوم الرياضيات من اجمل العلوم للذي يريد ان ينشط عقله وفكره شكرا جزيلا مره اخرى وتصبحون على خير واتمنى لكم يوم غد يوما سعيدا زاهيا مشرقا تتحقق فيه البسمه والفرح والابتسامه شكرا اخي ماهر مره اخرى على جهودك شكرا جزيلا لك اخي الكريم وتصبحون على خير